السلام عليكم، أنا محمد غنايم. أريد أن أخبركم بقصة حقيقية حدثت معي. ذلك اليوم كنت أجلس في المنزل في أمان الله، للعلم منزلي يقع في الطابق رقم 1، وفجأة سمعت صوت بجانب نافذتي، فذهبت إلى النافذة ورفعت البرداي لأرى ماذا يحدث، ولكن الظلام كان حالكا جدا خارجا فلم أستطع رؤية أي شيء. ففتحت النافذة وأخرجت رأسي من النافذة لعلني أرى شيئا، وفجأة رأيت شخصا مخيفا يقف بجانب النافذة وينظر إلي، فاستيقظت فزعا من النوم. لحظة، أنا هنا لا أحاول إخافتك أو التلاعب بمشاعرك، لأن هذا الموقف حدث معي حقيقة على أرض الواقع وليس حلما. كنت خارجا من المنزل ليلا ورأيت شخصا يتسلق نافذتي يحاول الصعود إلى الشقة التي فوقنا ليسرقها، فقلت له نابيورسون، فعندما رآني فزع وهرب. وبسبب هذا الموقف كلما حلمت أرى النافذة وأرى شخصا خارجها يحاول أذيتي فأستيقظ فزعا. لذلك أحببت اليوم أن أتكلم معكم عن النوم وكيف يتكون النوم علميا، لعلنا نحسن ونجمل أحلامنا. طيب، لنبدأ القصة من بدايتها. أنت وضعت رأسك على الوسادة لتنام، فتبدأ بالتفكير، من الطبيعي تفكير ما قبل النوم، فتلاحظ أنك لو فكرت في أمور سلبية لن تستطيع النوم، ولو فكرت في أمور إيجابية تنام بسرعة، مثل أحلام اليقظة مثلا. كيف ذلك؟ في الدماغ أحبتي في الله يوجد منطقة تسمى بالهيبوتلاموس. هذه المنطقة يوجد بها نواة تسمى بالنوكليو سوبراكيازماتيك. هذه النواة تحذر منطقة أو غدة تسمى بالبينال. هذه الغدة عندما تحذر تفرز هرمون يسمى الميلاتونين. هذا الهرمون هو هرمون النوم، يعني عندما يفرز الجسم هرمون الميلاتونين ينام الإنسان. هذا الهرمون طبعا يوجد معه هرمونات أخرى ولكن هو الهرمون الأهم. فتلاحظ أنك عندما تفكر بأمور سلبية ومقلقة قبل النوم يرتفع في جسدك هرمون يسمى السيروتونين. هذا الهرمون يقلل من عمل هرمون الميلاتونين وبالتالي لا تستطيع النوم. يعني لو سألك أحدهم الآن وقال لك يا رجل بعض الأشخاص إذا وضع رأسه على الوسادة ينام فورا، بينما أنا أجلس ساعة ربما لأنام. الإجابة بسيطة، وهو أن ذلك الشخص يفكر بأمور إيجابية قبل أن ينام وبالتالي يرتفع الهرمون الميلاتونين لديه ويقل هرمون السيروتونين وبالتالي ينام بسرعة. طيب، لنتعمق في الموضوع قليلا. هل سألت نفسك يوما لماذا الكبار في السن لا ينامون كثيرا؟ يعني مثلا جدي وجدك لا ينامون لفترة ما بعد الظهر كما يفعل الشباب في بعض الأحيان. هذا الأمر يعود إلى أن الكبار في السن هرمون الميلاتونين يقل إفرازه في أجسادهم وبالتالي لا ينامون لفترات كثيرة. ولو نظرت لهذا الأمر من زاوية مختلفة تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وكأنه يخبر الكبار في السن أنه لا وقت للنوم، يعني لم يبقى لديكم في هذه الدنيا الكثير من الوقت، اعملوا صالحا اعملوا لآخرتكم. فيا سبحان الله. طيب، نفس عميق. أعلم أن الموضوع توسع وأصبح معقد، فهذا الكلام أحبتي في الله يدرسه الأطباء، ولكن الفكرة تستحق. عندما تنام تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى تسمى بالنون ريم والمرحلة الثانية تسمى بالريم. لكل مرحلة من هؤلاء تفاصيلها الخاصة. نحن سنركز على مرحلة النون ريم لأن الأحلام تحدث بها. في هذه المرحلة تحدث الكوابيس، المشي أثناء النوم، التبول عند الأطفال، وهذه المرحلة يكون نشاط الدماغ منخفض بينما نشاط الأعضاء الأخرى مرتفع، فبالتالي لا تستطيع تذكر الأحلام بعد أن تستيقظ. مرحلة النون ريم تقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الثالثة والرابعة هي للنوم العميق، وهنا تستغرق في النوم. عندما كنت صغيرا كنت أستغرب كيف كان جدي ينام على كرسي، فعندما كنت أزوره في فترة العصر أجده نائما على كرسي أمام شرفة منزله، فأيقظه وأقول له يا جدي نم داخلا، فيقول أنا مرتاح هكذا. فأستغرب وأتعجب وأقول كيف مرتاح وأنت نائم على كرسي يا رجل. ولكن عندما درسنا في كلية الطب اتضح أن الأمر يعود بسبب أن المرحلة الثالثة والرابعة في النون ريم لدى الكبار في السن تكون منخفضة، فبالتالي يستطيعون النوم متى شاءوا ولكن لا يستغرقون في النوم. وهنا حكمة إلهية أخرى أترك تفسيرها لكم. تمام، الآن سنركز على المرحلة الرابعة من النون ريم، وهذه أخطر مرحلة. هو في هذه المرحلة يحدث الكوابيس، المشي أثناء النوم، أن تشعر أنك سقطت مرة واحدة، والمتحكم في هذه المرحلة هو اللاوعي، وتذكر الأحلام كما ذكرت هنا صعب جدا. طيب، ما هو اللاوعي؟
ببساطة أحبتي في الله، الوعي، دماغك الوعي هو الذي تستخدمه الآن في فهم كلمات وفهم ما يدور حولك، وقوته محدودة، لذلك تجدنا نخطئ ننسى. ولكن عقلك أو دماغك اللاوعي هو الذي تستخدمه أثناء النوم، وقوته غير محدودة. لذلك لو كنت تكره شخص ما على أرض الواقع بسبب دماغك الواعي، في الحلم ستجد نفسك تكرهه أضعاف مضاعفة جدا، وسترى أنه شخص سيء جدا بسبب أن دماغك اللاوعي هو المتحكم في الحلم، وقوته أكبر بكثير من دماغك الواعي، وبالتالي الكره سيكون أكبر بكثير من الحقيقة. لذلك كلما حلمت بالنافذة أرى شخصا خارجها يحاول أذيتي، لأن الوعي في حينها شعر بالخوف، وبالتالي اللاوعي سيضاعف هذا الخوف لي وسيضيف تفاصيل جديدة على الحلم في كل مرة. فمثلا تارة أراه يقف على اليمين في الحلم، تارة على اليسار، تارة يحمل شيئا بيده، وهكذا. أذكر قصة حدثت في أمريكا، أن شخصا ما كان يعاني من مشكلة المشي أثناء النوم، وكان يوجد خلاف بسيط بينه وبين زوجته. وعندما نام ذلك الرجل ووصل إلى المرحلة الرابعة من النون ريم، حلم بأن زوجته تخونه، فقام بطعنها وقتلها في الحلم. وعندما استيقظ وجد أنه قد فعل ذلك بالفعل ولا يتذكر أي شيء. الغريب في الأمر أن القضاء سامح ذلك الرجل بسبب أنه لم يكن في وعيه. فديروا بالكم يا صبايا، يعني إذا كنت تعيش مع شخص يمشي أثناء النوم أغلق الباب على نفسك، يعني أضمن لك. لا أمزح، يعني الآن يوجد علاجات للأشخاص الذين يعانون من مشكلة المشي أثناء النوم، ولكن الفكرة التركيز يجب أن يكون على اللاوعي الخاص بك. يعني قبل أن تنام اجعل تفكيرك إيجابيا، سامح كل من حولك، لا تدع في قلبك ذرة كره لشخص، أنت هكذا تتصالح مع اللاوعي الخاص بك، وبالتالي أحلام سعيدة. أمر أخير أحبتي في الله أختم به الحلقة، بعض الأشخاص أتمنى أن تكونوا أنتم منهم يستطيعون التحكم بأحلامهم، يعني وهو بداخل الحلم يكون مدرك أن هذا حلم ويستطيع تغيير مجرياته كما يشاء، ويحقق ما لا يستطيع تحقيقه على أرض الواقع في الحلم. طبعا يكون حلم حقيقي وليس حلم يقظة، فهو يكون في المرحلة الرابعة من النون ريم. هؤلاء الأشخاص يقول العلماء أنهم الأكثر إبداعا والأكثر ذكاء. لماذا؟ لأنهم يستطيعون التحكم بعقولهم من الله، يعني تخيل أن نتحكم بعقلك الغير محدود، هذه قوة عظيمة جدا. يوجد مقطوعة موسيقية لو أريد أن أذكر اسمها، هذه المقطوعة كلما استمعت لها تشعر أنها تنقلك إلى عالم آخر من التأمل. طبعا أنا استمعت إلى هذا المقطع من باب التجربة العلمية ولا أحض على سماع الموسيقى، ولكن مؤلف هذه المقطوعة كانت لديه قدرة على التحكم في الأحلام والتحكم في اللاوعي الخاص به، فكان يقول أن كل مقاطع الموسيقية كان يؤلفها وهو نائم ويستيقظ فقط لكتابتها. طبعا هذا الأمر منطقي لأنه يستطيع التحكم بعقله اللاوعي، واللاوعي أقوى من العقل الواعي، وبالتالي الإبداع المطلق. في النهاية أحبتي في الله، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.